عندك خبر عن جائزة بما تخص الصحفيين والنقاد العرب وترشيحك. تم الاتصال بي من قبل الزميلة عبير شورى من مصر، بلغتني أنه اختياري كممثل عن العراق لجائزة النقاد والصحافة العربية. طبعا هذه الجائزة ما بها تصويت فقط الصحفيين والنقاد العرب من كل دولة، حسب يعني أعداد المختصين بالنقد الفني أو الصحافة الفنية يعني المعروفين عربيا، فاختارت من كل دولة عربية يعني ما يقارب 2 أو 3 أو 5 مثلا من مصر أو كذا. من العراق تم اختياري الوحيد الممثل عن العراق بهذه الجائزة. طبعا هم كل الزملاء المرشحين أنا عندي اطلاع عليهم، كلهم أصدقائي لأنه عملت معهم سواء كان في وزارة الخليج الإماراتية أو في مجلة أخبار النجوم المصرية أو في موقع ميوزك نيشن اللبناني، فأكو تواصل بيناتنا. وبالتالي يعني هذا يفرحني كشخص انه ويفرحنا ايضا احنا حيدر عدنا هيك اعلامي ناجح وصحفي متواجد في يعني اعطوني اللينك حتى اصوت انطي صوتي. يعني تقريبا احنا بنا مجموعه كبيره من الصحفيين والنقاد، اكو اعمال عربيه كثيره، هي فرحه في داخلها غصه صغيره. شنو السبب؟ السبب لانه مثلا القى حوالي تقريبا 40 عمل عربي. نعم. اكو عملين عراقيات فقط يعني اللي هي المشتركات مع الـ مع الـ صح مع الـ العرب الـ 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 العرب. فمكتوب الدراما المغرب، دراما مصر، دراما بلاد الشام، دراما الخليج. اتمنى خلال هاي السنين الجايه انه نشوف دراما العراق يعني. نعم. حتى نحس احنا مؤثرين على الاقل بالمحيط العربي بمنتجنا الدرامي. وان شاء الله هاي يعني اولى الخطوات. اليوم اكو عملين، بكره يمكن السنه الجايه بلكن نلقى اكثر يعني.